عم شو؟ يا قردفو احلى قردفو 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 عم شو؟ فرضنا بو مش لو فرضنا هما لهنا لهنا وحين ولا ليه؟ شكون هما هم؟ عصابة كل هنا دور هذيك ماش عصابة ركز زماني عايش خويا وقسما بالله مرة جاية نضربك ركز العصابة لهنا موجودين انا باش نحاول الولاد الكل نكلمهم باش يدخلوا من هنا خاطر عندي لهنج الفرعية ذوما كل نجم ندخل منهم وهما ما عندهم حتى حل كان انت تسكرني من هنا وتسكرني من هنا باش يتحصروا لهنا لهنا انا نشدهم واضحين ولا لا واضحين ولا لا واضح ولا لا شبيك تعمل هيك لا نتبع في السيلو انا ستيلو كلم القاعه تو سكرني نهج من هنا وسكرني نهج من هنا تنقول للولاد يتصرفوا وين واضح بيه. قولوا ذي القاع العصابة كما قال هو ذي العصابة الأخرى ذي على حسب كلامه هو قالك العصابة بش تجي لهنا باهي احنا كان بش ندخلوا لهم على باب سعدون قوس باب سعدون اها وهما اوتوماتيك مو بش يجيونا من قوس باب الخضر ذي قوس باب الخضر باهي نفرضوا احنا مش نفرضوا هي من جهه اخرى من جهه زويتن وكجو هذاك فما اجار 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 هذيك النخله ديما موجوده تاع الفيديو اجار 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 به نكلم من القاع الزملاء يعملوا دي راباج لهنا نكلموا الاخرين يعملوا لنا دي راباج لهنا نتقابلوا لهنا هما هوني وحنا هون شو يصير العصابه هي مش في مخها باش تقطع يتحصروا لهنا نص دائرة نحرقوهم احنا غاديك نعملوهم صابون ولا اي حاجة معناها هكا الأشجار متاعنا هكا الخطة مش خطة هو ربيع دي كتبت لك يا ربيع باش تترقى خالي مانيش خالك مفضلك هنا خدمة قالوا خالي شنو لوك هذا بوك اللي هو رجل اختي كيف بعدك هنا بتعمل ستاج مش بتعمل لي شتيتح والله ليه يا خالي خدمة مانيش خالك زميلة معك هذي هاي زميلة سيدة ربحة موجودة اي تفضل تفضل وهذا تشد وهذا تشد وهذا مزيل وهذا مزيل وهذا شك فيه معاه وهذا شك فيه معاه متعود في كلامي ولا شنو؟ لا انا بدي شك فيه معاه يا اخي كان انت ذكي زعما يشد قبل نهار السبت نشد قبل نهار السبت خاطر عندنا خرجه في الليل تزيد في كلمتين معايا معناها انت ليه من خرجه عندنا وعدتني بها ولا تصرف كان على البنات شنو قلت لك عن مرحبا بيك سي ناصر نورت قردفو بارك الله فيك مدام ماك تعرف هالمده عندي برشا مشاكل وبرشا قضايا شدتني سامحني عندي مده ما طريتش عليك مش مشكل مرحبا بيك في كل وقت شكوني شكوني هذه سي ناصر فرح اسمها فرح ربي يفرحنا ان شاء الله هي زميله
والمساعدة الأولى تاعي. أولى زيدة. نعم. مرحبا بك في غاردا فولتي زيدة. مرسي مدام. سيدة رابحة، جينا باش ندخلوا في قلب الموضوع. تبعنا. القضية الماشية تكبر وتتشعب. تسريبات وشكوك مست الناس الكل. صحيح. والعصابة والماشية تكبر وتلعب ما بيناتنا. بيني وبينك ثم مندسين. ديجا مدام رابحة كلفنا فرقة مختصة باش تراقب بعض الزملاء. هذا هو اللي كان لازم يصير. لله احنا لازمنا نتجندوا لكل المهمة هذه. السلعة كثرت والمروجين كثروا، واحنا للأسف ما نجمناش نشدوا حتى مروج. حتى اللي تم القبض عليهم طلعوا مستهلكين. مدام احنا نعرفوا انك قايمة بالواجب الوطني، احنا نعرفوا انك ماكش مقصرة. انت يا سيدة رابحة رمز كبير للمرأة التونسية. انت تشرف، انا متشرف بيك برشا يا مدام. حتى انا في بالي، وانا شخصيا مانيش باش نتخلى عليك، باش نبقى متواصل معاك، نمدك بالمعطيات والمعلومات ونهزلك المورال. تسحقني، كلمني، نكون بحذاك. بيني وبينك عشرة قديمة. ربي فضلك سي ناصر ويخليك. عثيمين شنحويلك؟ عثيمين انا مولا بيس فضلك معايا. هيا بركة. قال لي رابحة هوني؟ مش حاجتك بيها مدام رابحة؟ حاجتي بيها. قل لي هوني ولا مش هوني؟ هاي هون. هاي جالنا. وين ماشي؟ شبيك؟ ما تخافش، انا ورابحة حبيبات. سيدة رابحة لعلمك فرح فلتة. واه. اي نعم، خلاف الرقة والجمال والأنوثة عندها ذكاء وحضور ذهني. هذيك انا مرشحها باش تولي اجون مخابرات. هذيا نعم. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الورد. تشل حويلك، شعامله ريت انت رابحه. انا باش نربحك، جبت لك قطعات. يقتلوا يقتلوا يقتلوا. سيده رابحه شكون السيد هذا؟ سيد ننو يا بابا، ما احنا زيني وما بانو. شكون هذا؟ احنا تو في اجتماع مهم يا ياسين. ننو ولا شو اسمك؟ كيفاش دخلت؟ وشكون خلاك تدخل من فضلك؟ عنا اجتماع، عنا اجتماع مهم. تشوف بربي ما لبس. السيدة رابحة تصرف. هي متصرف. ما انا ما نتصرفش سي ناصر. ننو جرودك والبرة هنا. بلا حالة وبلا تسيب. شوف سي ناصر نمشي نعمل دورة في المركز. هاي تفضل. برا نفسنا. تفضل تفضل تفضل. سيدة رابحة شي الحكاية؟ على الأقل نجيب زوز فيهم نحقق معاهم. دارين هذوما تو تصور العرس. أنا عرس نتاعك شابني أنت. شبيك مع الزحمة تفرجي؟ شغلتك أكثر؟ طبعا وريني. لا من فضلك معاك. الدنيا ربيع والجو بديع وقفلي قفلي على كل المواضيع. شتحويلك ربوع؟ الحمد لله. صباح لبيلة يعيسك. حنن ثلجة داخل واحدة ليلة. شعامل صباح. شكوني هذي؟ هذي نسقط فيا جميلة من وزارة. وزارة هاي برا. اخرج انتي بي. اخرج البرا. اسكت انت. ياخ شكن نخرج. لا ولا ما نعرفش. تحب تخرج تحب تقعد. هاي خلي الباب محلول سيادتك انت. زميل اخدم خدمتك واسكت. شكون؟ احنا الزملاء مع بعضنا في المركز هذا. زميل. ازيك يا زميل؟ زميل زميل زمال ملوش مثال. زميل زمال سكر الباب. سكر انت اخدم على روحك زميل. طيب برا اخرج. برا تا نخرج. برا مش يخرج. بالعاني خليته. مرحبا. انت عثمان ولد الوزيرة؟ ها وينو ننو؟ هاو كافي بيرو مدام رابح.
j'ai pas passé par quatre chemins. Hein? J'ai pas passé par quatre chemins. Qu'est-ce qui se passe dans ce commissariat? Vous faites rien? Vous travaillez pas? Ça fait un an que vous êtes sur la même affaire. Hein? Je suis l'assistante du préfet. C'est pas normal ce qui se passe dans ce commissariat. Oui, je sais, mais c'est que nous sommes pas... Non, regarde. C'était pas... Je suis justement... T'as tiré mes fenêtres Netflix, je suis... صنع لي بيع عشر بي وين خلطتوا في القضية 64؟ 64 هذا تسأل عليه مجلس ميري، أنا نعرف شكون قتل مريم. فهمتني سي ناصر، هذا هو اللي صاير فينا بالبي والتي. سيدة رابحة تفضل شوي احترام. ظاهر فيك نسيت أنك رئيسة مركز، عندك أكثر من ساعة تهز وتنفض. أعطيني الصحيح. الحكاية وما فيها ما فيها لا عليها. أنت تو باش تسمعني. تفضل تفضل. عندي أكثر من عام كلفتكم مهمة رسمية وفرتكم جميع الإمكانيات. شو عملتوا؟ الدنيا اتخذت الدروب بنواعه، الزطلة، السرقة، البركاجات، الشباب مخهم تسلم، الحمى الوطنية تروج والفوقانية تستهلك. وانتي وين؟ أنا وزملائي قاعدين نخدمه. مازلنا تريف برك ونشدوا راس الفتلة. أما انتي كان تعمل علينا مزية شوية صبر. ما عادش ثم صبر. عليه؟ عليه؟ ظهر فيك ما في ملكش. تفضل. الإعلام لاهي بينا. فرحانة. بها. والأضواء مسلط علينا. الحمد لله يا ربي. الحمد لله هي. والشبهات في اتجاهك أنت. نعم بابا. احترم روحك. بابا. اسمعني، هالمدة الكل شديتوش على الأقل واحد من العصابة. احنا جينا باش نشدوهم وهما فلتوا علينا، شنو نعملوا لهم؟ شوف يا سي ناصر، العصابة هذه بالذات عندها ذكاء خارق. زيد فما برشا تسريبات. على كل حال أنا كل شيء قاعدة نبعث لك فيه ونكتب لك فيه في التقارير اليومية اللي قاعدة توصلك. قريتهمش؟ قريتهم. نعبر؟ أي قريتهم يعطيك صح. عايش. وأنا بيدي مستغرب. في بالي الزملاء هنا بكلهم ثقة. بالطبيعة بكلهم ثقة. ولا ما عادش تعطي فيا الثقة سي ناصر. اللي تعدى وفات. زعما يرجع كل شيء بالكتبة. أما عمري ما أنساك. أنساك الموت سي ناصر. مش بيك انت مفجوع من الصباح. مش مفجوع انت من الصباح. مانيش مفجوع. علي باش تفجع من الحكاية. خلينا نمشي نخلط على خالي. وين ماشي؟ نخلط على خالي. يلا حاجة بركة مادام نحب نعرف. شنيا؟ علاش أي واحد تقول لي راهو برا مشيلو وقول له راهو دكتيلو خرج روتريت؟ أي واحد نقول له خرج روتريت، خرج روتريت، والسيد مازال يخدم معانا. باهي يا سي ربيع أتو نفسر لك. تبعني مليح. معاك. لاحظت شي حاجة. مثلا القضية هذه بالذات من اللي بديناها كل ما نحن نشدوا خيط الفتلة يعمل هكا يهرب علينا. والله فهذايا صحيح. فما حاجة بيزار. لا فما حتى شي بيزار. الحكاية كل زي ما تعرف ذكاء كيما على خاطر يا بابا عندنا مرش في المركز معانا. أيوه معناها فما شكون قاعد يصب بالطبيعة ونحن كعبتين وكعب بالطبيعة. تو فهمت هذاك علاش كل مرة ترتح واحد أنت. هذاك علاش واضح. وبالطريقة هذه نجم نسدوا راس الفتلة. فهمتني؟ واضح مدام واضح. ربيع وي الحكاية هذه سرية للغاية ما تخرجها لحد. ها
حمشو هيا قردفو احلى قردفو قردفو